انا ما بطيق حدا يدوس بيتي وانا بكرهه، وامك اكثر وحده بكرهها، واذا عرفت انكم مستقبلينا ومرحبين فيها يا ويلكم، واللي بيستقبل عدوي بيطلع معه، فهمتي؟ ما بدك عمي، فهمت. يلا بخاطرك اختي، انت بتكرهي امي بس من ورا كلام عمي. ايه شو يعني ما بيكفي؟ لا ما بيكفي يا اختي، يمكن يطلع كلام عمك كله كذب بكذب، ويمكن امك تكون مظلومة ما دخلها بكل شي صار. لك شلون مظلومة وهي انحبست 20 سنة؟ شلون؟ لك يا اختي امي لا اول وحدة ولا اخر وحدة بتدخل السجن وهي مظلومة. شو قصدك؟ اختي انا سمعت من كل نسوان الحارة انه امي كانت كتير تحب ابي ومستحيل تخونه او تقتله. انت شكلك حاببتي يا ما. يا اختي مو موضوع حاببتها او مو حاببتها، بس القصة مو ظابطة. نحن لازم نشوف امي، لازم نسمع ونقعد معه ونحكي، وساعتها بنعرف الحقيقة. لا اله الا الله. انا ما كنت ناوي اجي لعندكم بعد اللي صار مبارح. شو اللي رجعك؟ امك. انا ما عندي ام. لا عندك ام، وامك شريفة وبريئة. هلأ انت ولدتي وصار عندك بنت، اتصوري بنتك انها تكون ظالمتك. والله انا شو ما صار وشو ما عملت فيني الدنيا، لا بخون جوزي ولا بقتله. لك هذا كلام عمك، وعمك كذاب طول عمره، مو منيح مع ابوك لحتى يصير منيح معكم. ليش هيك عم تحكي عن عمي؟ لك عمك سارقكم وسارق مال ابوك يا جدبة. عمي ما في منه، واخر مرة بتحكي عنه هيك وما بسمح لك. مال كانت أبوكي كلها صارت باسم عمك بعد ما مات أبوكي. ليش؟ قال عمك إنه أبوكي باعه ياهن قبل ما يموت. على كل حال أنا مالي جاي أفتح سيار، أنا بدي إياكن تقعدوا مع أمكن وتحكوا معها، بركي بتشوفيها بريئة. لا بدي شوفها ولا بدي أحكي معها، وآخر مرة بسمع سيرتها، عم تفهمي أم سعيد؟ لا تقلى بالله. خالتي ام سعيد؟ نعم. انا بعد شوي بدي روح شوف امي، بس من شان الله ما بدي حدا يعرف. يو معقول انا احكي؟ اسلميلي يا خالتي. الله يسلمك، يلا بخاطر. الله معك. لا تاخذيني يا ام سعيد، امبارح كنت متضايقه وما لو كنتي متضايقه اليوم زعلك رح يروح. شلون؟ مسرة جاي تزورك اليوم. عن جد عم تحكي ام سعيد؟ ايه والله عن جد، والله العظيم عن جد عم تحكي. دوبري قلبي، دوبريني دوبريني، الله يخليني اياك يا رب. انا رح انزل على السوق اجيب كم غرض. بلا روحتك هلا، بس يجي عمك نوصيه على الاغراض اللي بدنا اياهم وبجيبهم هو. والله يا اختي ضايق خلقي وحابه اتمشى شوي. ايوه طيب، بس لا تطولي مسرع. لا اكيد ما رح طول، جيب لك شي معي. لسلامة قلبك حبيبتي. يلا بخاطرك. الله معك مهونه. طولت كثير مسرة يا أم سعيد. الغايب عذره معه. يعني هي أكدت لك إنه بدها تجي؟ إيه أكدت لي. ها شحة إجت. قومي قومي. السلام عليكم يا أختي. وعليكم السلام. يا أختي بنتك ما رح تقدر تيجي لعندك. شو؟ طولي بالك، لأنه عمّا شافها بطريق رجال لعندك قام سحبها، والله يعلم شو عم يعمل فيها هلأ. ولي على قامتي، ولي على قامتي. خلص يا حبيبتي خلاص، ليش تبكي بشان الله؟ الله لا يوفقه لعمك، ما في بقلبه رحمة. لا إله إلا الله، خلاص قطعتي لي قلبي، والله قطعتي لي قلبي، خلاص مش تبكي.